السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا ساندي والنهارده معاكم في فيديو جديد. عندنا حاجه طعمها جميل جدا، عمركم ما كانت ممكن تيجي على بالكم ان احنا ممكن نعملها في البيت. وايه هي؟ هي لانشن الفراخ. المكونات اللي هنحتاجها، ما تندهشوش، انا قلت لكم دايما بعمل لكم حاجات غريبه. هنحتاج فراخ، وهنحتاج جزر، ممكن بنجر للناس اللي هتبقى عايزه اللون اللانشن يبقى بينك، وجيلاتين. خليكم معايا وهوريكم كل الخطوات. بصل وثوم، بناخد الفراخ ونحط عليها التتبيله اللي هي يعني الملح والفلفل، ونبدا نسلقها. انا هنا استخدمت 3 كيلو اهو، حطيناها في الحله دلوقتي، وهنبدا نسلقها لحد ما تبقى كويسه. عايزينها تبقى طريه علشان نقدر نستخدمها كويس. بعد نص ساعه من طبخ الفراخ نحط عليها البصل والجزر اهو زي ما انتوا شايفين، ونقلبهم مع بعض على النار متوسطة، خليه ياخد وقته. دلوقتي نحط كل ده في الخلاط، بعد مثلا قلت 3 ساعة نحطهم في الخلاط ونقعد نقلبهم. كمان علشان احنا محتاجينها تبقى جامدة فنعمل جيلاتين. الجيلاتين اهو بيتعمل من البودرة والمية السخنة، نقعد نقلبهم في بعض لحد ما الجيلاتين يدوب. احنا استخدمنا حوالي 100-150 جرام من الجيلاتين، ودلوقتي نحطه على عليهم وكله يتخلط مع بعض في الخلاطة. لما يبقى الشكل ده طلع خلاص، نحط عليه ملح وفلفل ونقعد نقلبه كويس جدا. بعدين نيجي بقى على البروسس الأهم في اللانشون بتاعنا. اللانشون اهو بقى بالنسبة لنا زي العجينة اللي احنا هنعمله، ان احنا هنحطه ونعبيه. دلوقتي تعبئة علشان نعرف ازاي يبقى ليها فورمة من بره. ناخد الازازة العادية ونبدأ نقصها من هنا، او ممكن بالقطر يعني، بس انا بستحسن استخدم المقص. نعمل الفتحة دي كده، نقصها للاخر، وبعدين نعدي فيها اللانشون ده جوه هنا. بنغسل الازازه، في كذا طريقه للتعبئه. ممكن على طول تحطوها جوه الازازه، ممكن تستخدموا علب او ازايز بلاستيك صغيره زي ما انتم حابين يعني، بس للشكل. وممكن تحطوها زي ما انا هعمل، تحطوها في الكيس كده، وبعدين انا هحط الكيس جوه الازازه بحيث انه يبقوا شكل يعني جزء قطعه واحده، ومش اقدر احط كتير كذا مره في الازازه. اهو انا بعبي الكيس كله، وبعدين هلفه على شكل رول وادخله جوه الازازه بالشكل التالي. نحط الازازه بالشكل ده ونقفلها بالسليتب، علشان الازازه انا قطعتها من النص علشان يدخل فيها ويبقى الشكل بتاعها رفيع، عشان انا بحب الشكل يبقى رفيع. طبعا زي ما انتوا حابين، كل واحد على حسب الاهواء. نحطها في التلاجة لمدة 12 ساعة على الاقل. دلوقتي نطلع اللانشونات بتاعتنا من التلاجة. عدى 12 ساعة على اللانشون بتاعتنا. واو، شكلها جامدة جدا. يلا بينا عشان نقطعها ونشوف ايه الحاجات الجميلة اللي تبقى. خلي بالكم انتوا بتقطعوها. البسطرمة يا جماعة، وانا متحمسة جدا. لما بنحط الكبده كتير مع بعض ونقلبها مثلا في الخلاط، ايه المفاجاه الجميله دي؟ هي اسمها باشتات بس بتاعت الكبده، وبيبقى فيه رول للفراخ ده برضه، بيبقى شكله زي ده. بس احنا بنزود الجيلاتين علشان انا متحمسه جدا عشان زي نعم نعم يامي يامي للبنات، من الناس اللي عايزين يخسوا او عايزين يعملوا دايت او عايزين ياكلوا حاجه طعمها حلو، فده احسن حل ليكم كلكم. ده غير انه صحي. طب شايفين احنا مقطعينه في اجزاء تخينه، الامهات ما تبقوش يعني تقطعوها صغير علشان يعني بتقولوا ده مضر، ما ينفعش تاكلوا منها كتير للاطفال، اما كده يقدروا ياكلوا قد ما هم عايزين. طبعا كل حاجه ليها ليميت. وانا حط بقى العرض زي كده. دي هنا في عندنا واحده بس، ازازه واحده من اللي احنا عملناهم، التانيين بنسيبهم في الفريزر. انتوا شايفين اهم حاجه الديكورات، ما تنسوش تعملوا ديكورات عشان ده بيفتح الجهه، وغير كده بيخليه بيبقى سموت كويس شايفين. واهم حاجه طبعا الخضره والزيتون والحاجات دي كلها اسانشال، ما ينفعش نستغنى عنها في عرض اي اكل وعند الاكل. يجنن.
حقيقي بجد بجد الطعم يجنن وتحفة جدا جدا. ده العشاء بتاعي النهاردة، اقترح ان يبقى العشاء بتاعكم بكرة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وغير كده انا بنزل كل يوم بوستات وحاجات فيديوهات في مجالات كتيرة، اعملوا مشاركة. وشكرا ليكم كان معاكم النهاردة. عملتلكوا لانشان. باي.